تقرير للخارجية الأمريكية يكشف تورط الإمارات في دعم وتمويل تنظيمات إرهابية. كيف تلعب الإمارات بورقة مكافحة الإرهاب في اليمن؟ ولماذا لا تفضح الحكومة الشرعية ازدواجية أبوظبي في التعامل مع ملف الإرهاب؟ أهلا بكم. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول ملف الإرهاب، وذكر التقرير الذي يعنى بعام 2018 تورط دولة الإمارات بتمويل الإرهاب عبر نقل وإرسال الأموال لمنظمات إرهابية. كما أورد التقرير تأكيد منظمات حقوقية من أن الإمارات تستخدم الأنظمة الدولية لتعقب الإرهاب في ملاحقة المعارضين السياسيين والمخالفين لسياستها الخارجية حتى في دول أخرى. وكانت وسائل إعلام دولية من ضمنها CNN وأسوشيتد بريس قد أطلقت تقارير تثبت تورط أبوظبي في ملف الإرهاب واستخدامه سياسيا لتحقيق أجندتها السياسية في اليمن، من ذلك إبرامها صفقات سرية مع تنظيم القاعدة في المكلا وشبوة وأبين، وكذلك ما رصد حول وصول أسلحة اشترتها الإمارات والسعودية من الولايات المتحدة إلى أيدي تنظيمات إرهابية. فما هي ملابسات استثمار الإمارات في ملف الإرهاب في اليمن؟ ولماذا لا تعمل الشرعية على كشف هذا التلاعب للرأي العام لإيقاف الاستثمار الإقليمي والدولي في هذا الملف على حساب اليمنيين؟ تقرير سنوي حول الإرهاب تصدره وزارة الخارجية الأمريكية. مؤخرا صدر تقرير العام 2018 والذي كشف تورط دولة الإمارات في دعم وتمويل منظمات إرهابية عبر نقل وإرسال أموال تلك المنظمات لأكثر من دولة. الإمارات التي تروج لنفسها أنها شريك استراتيجي للدول الكبرى في مكافحة الإرهاب ليست هذه المرة الأولى التي تتهمها تقارير دولية بالتورط فيه. ففي أغسطس من العام الماضي كشف تقرير لوكالة أسوشيتد بريس إبرام صفقات سرية بين أبوظبي وتنظيم القاعدة خلصت إلى دفع أبوظبي أموالا ضخمة لمسلح القاعدة مقابل الانسحاب من مدينة المكلا بحضرموت دون قتال واستيعاب 250 عنصرا من مقاتل التنظيم في صفوف الحزام الأمني الميليشيات التي أنشأتها الإمارات. كما كشف تقرير لشبكة CNN في فبراير الماضي وصول أسلحة أمريكية زودت بها واشنطن الإمارات والسعودية إلى أيادي تنظيمات إرهابية متطرفة كتنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي. علاقة الإمارات بعاد الفارع المعروف بأبو العباس في تعز فتحت أيضا أسئلة كثيرة حول استثمار أبوظبي في ملف الإرهاب عبر أكثر من استراتيجية قد تصل إلى التناقض في بعض الحالات. فأبو العباس قائد لفصائل مسلحة وضعته الولايات المتحدة في قائمة الإرهاب في الوقت الذي تدعمه الإمارات بالمال والأسلحة الثقيلة وتستمر في دعمه حتى اليوم بحسب المصادر الميدانية. تقرير الخارجية الأمريكية لفت أيضا إلى تأكيد منظمات حقوقية ونشطاء من أن دولة الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لملاحقة المنشقين والنشطاء السياسيين السلميين، لكن أبوظبي في اليمن ذهبت إلى أبعد من ذلك، فقد اتهمت قوات الجيش الحكومي بالإرهاب وقامت بقصفهم في حادثة نقطة العلم المشهودة أواخر أغسطس الماضي مخلفة أكثر من 300 قتيل. إساءة استخدام مصطلح مكافحة الإرهاب ووصم المعارضين والمخالفين السياسيين به يجعل من الأمر يبدو مسخرة دولية ولافتة لم تعد تخفي تحتها الاستبداد والقمع، بل ربما الإرهاب نفسه بمعناه الحرفي. ناهيك عن ذلك، يرى العديد من المراقبين أن الإمارات مارست في اليمن ما يمكن وصفه بإرهاب الدولة، بدءا بالاغتيالات واستئجار مرتزقة لذلك، مرورا بالتعذيب والاعتداءات الجنسية ضد السجناء في شبكات السجون السرية التي أنشأتها، وصولا إلى القمع والترهيب ضد كل من يحاول الاقتراب من الحقيقة وكشف الوجه الحقيقي لسلوكها في اليمن والمنطقة.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي هنا في الاستوديو الأستاذ عادل الحسني الناشط الحقوقي والسياسي، كما سينضم معنا عبر سكايب الأستاذ إبراهيم قعطبي المحلل السياسي. بداية مساء الخير عليك أستاذ عادل. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلاً وسهلاً، مساء الخير لك ولمشاهدينك الكرام. أهلاً بكم ضيفي العزيزين، والبداية معك أستاذ عادل. وزارة الخارجية الأمريكية تكشف علاقة الإمارات بدعم الإرهاب بتقرير صدر حديثاً يضاف إلى سجل الإدانات للإمارات، ما هو تعليقك عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن ورقة الإمارات قد بدأ الخريف عليها يتساقط، وأن الأمريكيين بدأوا يتخلوا عنهم، وإلا فهي ذراعهم في المنطقة في 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 محاربة من تريد أمريكا. لكن عندما تتكشف الأوراق، الأمريكا دائما ما تتخلى عن حلفائها، فهي يعني في أيديها ملفات كثيرة على الإمارات، ومنها التورط في هذا الملف، ملف الإرهاب. والأمريكا يعني في خاصة في ملف اليمن الذي نحن مطلعين عليه، هم من 2003 بدأوا من أول عملية. لو استحضرنا عندنا الشريط، هي عملية طائر بدون طيار في عام 2003 أو 2004 لأبو العلي الحارثي في مأرب، بدأوها الأمريكيين. فالأمريكيين موجودين في اليمن في قضية مكافحة الإرهاب قديما، والسعوديين مشاركين معهم. الإماراتيين جو متأخرين ومتهورين وتورطوا في أشياء كثيرة، والامريكيين ماسكين عليهم هذه الملفات في اللحظه التي يعني يريد ان يضغطوا على الامارات. ويبدو كما قلت لك يبداوا باصدار بعض التقارير، يبدو ان الامارات قد بدا الضغط عليها، فلهذا يشيعوا بين الناس انهم سينسحبون من اليمن، ويحاولوا يحسنوا صورتهم. اليوم تشوهت صورتهم في العالم الاماراتيين، الشعب اليمني يواجههم وكشفهم. فالامريكيين غير مستعدين انهم يعني يكونوا في مواجهات الشعوب، فدائما يعني يضحون بهؤلاء العملاء. فالإمارات تورطت في اليمن ونحن على علم بذلك، وخاصة عند دخولها إلى المكلا وإلى أبين وإلى لحج وإلى عدن، يعني تمت صفقات بينهم وبين هذه التنظيمات بأموال وساطات، وحتى الحكومة الشرعية كانت على علم بذلك. يعني المكلا لم يسقط فيها جندي واحد. كيف 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 تم الانسحاب؟ أبين بالمثل، بينما في عام 2011 أنا من أبناء أبين، يعني قتل من أبنائنا من أبناء القبائل ما لا يقل عن 200 قتيل، وبقينا أكثر من سنة نحن وتنظيم القاعدة. حتى أنا أخوي شقيقي الأكبر قتل في تلك المرحلة، وأنا نفسي تعرضت لإصابة في تلك المرحلة. واجهناهم بقوة، سميناها اللجان الشعبية في تلك المرحلة، مع الجيش، مع أن علي عبد الصالح سلمهم الألوية في تلك المرحلة. فبقيوا صمدوا تنظيم القاعدة، وسنة كاملة والناس تحاربهم والجيش واللجان الشعبية، وما انسحبوا إلا بعد معارك ضارية. فكيف عندما أتت الإمارات انسحبوا في 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 غضون ساعات؟ كل هذا يضع علامات استفهام، وهناك قراءة وهناك أدلة، ومنها هذه الصور التي سأعرضها عليك الآن. نعم، قبل أن تعرض الصور دعنا فقط نأخذ الأستاذ إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم، تقرير أمريكي جديد يكشف الدور الإماراتي في دعم الجماعات الإرهابية، كيف قرأت أنت هذا التقرير وما أبرز ما ورد فيه؟ التقرير الأمريكي تحدث على أنه الإمارات تعتبر مركزا رئيسيا تتحدث بالطريقة هذه على المستوى الإقليمي والدولي، كمركزا ماليا لدعم وتمرير الأموال إلى المنظمات الإرهابية. وهذه تهمة كبيرة بحد ذاتها، إن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الإمارات في كثير من القضايا الإقليمية وتعتبرها حليفا وشريكا رسميا في المنطقة. تقول في تقرير وزارة الخارجية اليوم أنها جزء من المركز الذي يمول الإرهاب، وتتحدث على أن الإمارات بهذه الطريقة أنها مركزا رئيسيا ماليا ولوجستيا، يتم من خلالها تمرير الأموال للمنظمات الإرهابية، وهذا بحد ذاته اتهاما كبيرا. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو إذا كانت الإمارات كذلك، يعني أصابع الاتهام تتوجه إليها من أكبر دولة حليفة لها في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تسمي نفسها الإمارات أنها تحارب الإرهاب في اليمن وهي لا تستطيع حتى توقيف الأموال التي تمر إلى الإرهابيين والمنظمات الإرهابية حول من خلال أراضيها؟ بل أيدى بها أن تحارب الإرهاب والتطرف الذي يوجد على أراضيها، وأن
يعني تجمد وتجفف المنابع الأموال المالية التي تصل إلى هؤلاء الإرهابيين الذي نحن نتضرر منهم جميعا. فلذلك الأمور بانت واضحة أن الإمارات تلعب بأوراق خطيرة في المنطقة. أولا هي ليست قدرها وليست دولة قوية في المنطقة وليست دولة معروفة لها باع في السياسة ولا في حتى محاربة الإرهاب، وسلمت أوراق كبيرة في يعني تسلمت مثلا ملف محاربة القاعدة في اليمن، والتقارير الدولية بما فيها وكالة الأسوسييتد بريس وكثير من الوكالات الدولية تتكلم أن الإمارات قامت تتعاون مع القاعدة نفسها في اليمن ومولتهم، وفي الاتجاه الآخر قامت بصناعة سجون سرية على يعني نمط سجون غانتانامو وغيره، وقامت بتعذيب الناس في هذه السجون وهم يمنيون، وقامت أيضا بجلب الملتزقة لمحاولة أو للقيام باغتيالات في كثير من مناطق الجنوب. هذا كله يعتبر إرهابا، يعني حتى توصيف الإرهاب أصلا هو أن تستخدم يعني الإرهاب عندما يستخدم كأداة للوصول إلى هدف سياسي أو غاية معينة، استخدام العنف، وهذا ما يتم في اليمن. يعني حتى الإرهاب ليس فقط القاعدة وداعش، وإنما الإرهاب المنظم التي تقوم به بعض الدول وعلى رأسها الإمارات في اليمن، عندما تستهدف معارضينها في اليمن، عندما تستهدف الأئمة، عندما تمون ميليشيات تقوض الحكومة الشرعية وتقوض الأمن والاستقرار في اليمن من أجل السيطرة، هذا هو هدف سياسي من قبل الإمارات. فلذلك هي تعتبر الآن أحد بؤر الداعمة للإرهاب على كثير من المفاصل وعلى كثير من الاتجاهات، ولذلك هي ستحاسب مستقبلا. أنا في اعتقادي أنه هذه الأوراق والملفات كلها ممسوكة عليها وربما تحاسب عليها مستقبلا. نعم، إذن سأعود إليك أستاذ إبراهيم، ولكن بعد سؤال الأستاذ عادل حسني حول الصور الذي يود استعراضها معنا، تفضل. أقول أن الإمارات عندما تسلمت ملف الإرهاب في اليمن، طبعا معلومة لكم السادة المشاهدين الكرام، ملف الإرهاب في اليمن يتعلق بجهاز الأمن القومي. جهاز الأمن القومي علي عبد الصالح لم يسلمه لأحد، هو بيد من؟ ابن أخيه عمار محمد عبد الله صالح. عمار علاقته بمن؟ بالإماراتيين. فملف الإرهاب بدأ يعني الأمريكيين تعاملوا مع الإماراتيين ومع هذا الولد عمار محمد عبد الله صالح، لكن الإمارات تجاوزت هذا الملف الموجود وبنت هذه السجون واستقبلت هؤلاء وبدأت يعني توصل خطوط معهم. مثلا أنا أعرض لك هذه الصورة، هذا عبد الهادي فرج من لحج، هذا أمير داعش في لحج، كان من قبل مع قوة عيدروس الزبيدي الذي ذهبت وتدربت في لبنان في حركة حتم. حركة حتم الذي أسسها عيدروس الزبيدي في لبنان كان هو أحد قادتها، ثم لما حصلت حرب الحوثي أنضم لداعش وكان أمير معها. فلما انتهت الحرب تواصلوا به الإماراتيين، هو واثنين من رفاقه، الاثنين هم محسن سرور وياسر الشقع، وكلهم وراء في هذا التنظيم. فذهبوا بأرجلهم على أنه خلاص يريدوا ترك هذا الفكر ويعيشوا حياتهم حياة طبيعية. فماذا صنع محمد المحقق الإماراتي؟ وأنا شاهد على هذا الأمر، يعني جاء عند محسن سرور قال له نحن نعلم كم قتلت، أنت لم تقتل 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40، عندنا بالاسم، دعك من هذا كله، نريدك تعمل معنا. قال له أنا ما عاد جيت يعني إلى عندكم، إلا أنا أريد خلاص أعيش حياتي وترك هذه الأشياء كلها. فرفض محسن سرور ورفض ياسر السقع. هؤلاء الاثنين لا ندري هل قتلوهم أم أخفوهم، مخفين الآن. هذا الشخص خرج الآن، خرجوه الإماراتيين، الآن يعمل معهم للأسف الشديد، ضعف يعني تحت الضغط، الآن يعمل معهم وهو ماسك كتيبة مع شخص اسمه عادل الحالمي مدير أمن اللحق السابق، وهو من ضمن المجلس الانتخابي. هذا دليل واضح. ما مدى تأكيدك من هذه المعلومات وهذه الصور؟ هذا كان معي في الزنزانة، يعني هذا كنت أنا وياه 6 أشهر في الزنزانة، وشهادة لله أن أتى الإماراتيين يريد أن يتوب، يعني يريد أن يقلق ملفاته ويعيش حياته، لكن الإماراتيين لا، استخدموا وهو أمير لداعش، ويريدوه يربطهم بخط مع من؟ مع داعش التي كان معه. هذا الشخص الثاني هذا اسمه نادر مقديشو، أيضا من لحج،
وهذا أيضا من الأمراء في هذه التنظيمات ومورط في اغتيالات. وقبل حوالي 20 يوم تم يعني إطلاق سراح من قبل الحوثيين بصفقة مع الإماراتيين بوساطة شيخ النفير هذا عبد الرب النقيب اليافع، هذا الذي يدعي أنه شيخ يافع، هو الذي توصل لهذا الشخص. الآن هذا الشخص ماسك سرية في اللواء الخامس مع صالح السيد اليافعي مدير أمن لاحق السابق. كان معك أيضا في الزنزانة؟ لا لم يكن معي، هذا مع الحوثيين. لكن واضح أن هذه العصابات التي تشكلها الإمارات أنها متورطة في ملف التعاون مع هؤلاء الإرهابيين. الشخص الثالث وهو أخطر منهم كلهم وهو عندنا في أبين وأنا أعرفه شخصيا، هذا ناصر الشيبة الكاظمي. هذا مبايع لتنظيم القاعدة وممن قاتلنا في تلك المرحلة وقاتل أهله في أبين وسجن لمدة 3 سنوات بتهمة اقتيال سواح أو خطف سواح في عهد صالح، وهو الذي رتب الصفقة بين الإماراتيين في قضية انسحاب القاعدة من أبين والمكلا ومن غيرها. الآن هذا الشخص هو الذي يقوم بالتقطعات في محافظة أبين. هل سمعتم على أحداث أحور قبل أيام والمحفد وقتل 11 جندي من الجيش الوطني؟ هذا الشخص هو الذي قام باغتيالهم. كنيته أبو جهيمان ناصر علي الشيبة الكاظمي. الأدلة واضحة في تورط الإماراتيين في هذا الملف، والأمريكيين طبعا على علم، لكن الأمريكيين كما قلت لك هم يستخدموا هؤلاء، لكن في اللحظة التي تتكشف فيها الأوراق يتخلوا عنه. يعني ما موقف الحكومة الشرعية؟ يعني هذه أسماء أنت تتحدث عنها وربما هم تعاملوا معها أيضا، يعني ألا يعلمون بتاريخ مثل هؤلاء إن صحت الرواية؟ يعني كيف يمكن التعامل بهذا الشكل؟ بالعكس، الحكومة الشرعية على علم بأكثر من هذا وعندها ملفات أكثر من هذا، ومن يعني يقترب من قيادات في الشرعية يعني يرى عندهم أمور سرية في قضية تورط الإمارات في السجون السرية، في الاعتقالات، في الإرهاب. مثلا الضابط الإماراتي الموجود في المخا اسمه أبو محمد الإماراتي، تم تجنيد كثير من هؤلاء الذين في السجون السرية معهم في الحديدة، ثم يذهبوا بهم إلى تعز. كثير من الاغتيالات التي حصلت في تعز نظمها وجندها أبو محمد الإماراتي عن طريق شخص اسمه عادل عزي، وهو قائد في كتاب من؟ كتاب أبو العباس المطلوب أمريكيا. فانظر إلى خلط الأوراق كيف الأمور كيف هي. فالأمريكيين شعروا أنهم يعني أن آن الأوان لرفع القطاع عن الإمارات، وأنا أعتقد أنها يعني تعيش أوراقها الأخيرة في قضية اليمن. وما هذا الخلط الموجود اليوم إلا نتيجة الضغط الشعبي، نتيجة الضغط الإعلامي، نتيجة تكشف الأوراق، وستخرج من اليمن بإذن الله سبحانه وتعالى وقد تكشفت هذه الأوراق. إذن أستاذ إبراهيم، ما رأيك أنت؟ هل فعلا قررت أمريكا التخلي عن حليفتها في الشرق الأوسط؟ ربما الأمريكان بيستخدموا أي واحد بغض النظر، يعني ربما بسبب ما حصل في اليمن، ربما السعودية وعدت الأمريكان بتأطيق الخناق على الإماراتيين من أجل إخراجهم من اليمن كي تحل محلها السعودية. هناك أوراق كثيرة يعني متشابكة في اليمن، وهناك صراعات بين السعودية والإمارات ليس من أجل استعادة الحكومة الشرعية أو من أجل وحدة اليمن أو من أجل استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وإنما من أجل النفوذ بين الصراع على النفوذ بين الإمارات والسعودية في اليمن، وهذا بات واضحا. ربما تستخدم هذه الورقة للضغط على الإمارات لإخراجها من بعض المناطق والمواقع في اليمن. هذه الأوراق دائما تستخدم، كان نظام صالح يستخدمها مرارا وتكرارا لإسكات المعارضين ولجلب الأموال الخارجية والرضاء الدولي والأمريكي، وقامت الإمارات وظفتها بنفس الطريقة. لكن تذكري في أيام الثورة الشبابية السلمية في 2011 تخلى المجتمع الدولي بما فيهم الأمريكان على نظام صالح وبدعوا التعامل مع الرئيس هادي. والآن نفس النقطة، الأوراق بالنسبة أوراق الإرهاب في اليمن هي أكثرها أدوات سياسية، من استطاع أن يتسلط عليها يستطيع أن يلعب دورا محوريا على الساحة الداخلية والإقليمية والدولية. ربما هذه أدوات ضغوط الآن، ربما يحاولون إخراج الإمارات من اليمن أو تخويفها بهذه الورقة لأنها قد تورطت أصلا. هناك جرائم ضد الإنسانية، التقرير الدولي الأخير للجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة يقول أن هناك جرائم ترقى إلى
إلى جرائم الحرب في اليمن، وذكر بالاسم القوات التابعة للإمارات والسعودية وأيضا ميليشيات الحوثي، فهؤلاء كلهم قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في اليمن. هناك ملفات وهناك وثائق وثقتها كثير من المنظمات الدولية حول الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، فهم مورطون الآن. الآن ربما هناك ترتيب وضع جديد في اليمن، يبدو أن الإمارات ستخرج منه ولو شكليا أمام الرأي اليمني والدولي، وربما هذه الورقة استخدمت كورقة ضغط، لكن آخر اليوم هي ليست ورقة بقدر ما هو دليل قاطع على أن الإمارات استخدمت القاعدة واستخدمت يعني قتلت اليمنيين ومورطة بجرائم ضد الإنسانية وستحاسب عليها يوم ما. فربما هذه هي المقدمة. ما تفسيرك أستاذ إبراهيم يعني لإصرار الإمارات بأنها هي من تحارب الإرهاب ويعني ادعائها بذلك مع وجود العديد من تقارير، يعني ليس فقط تقرير وزارة الخارجية أو الخارجية الأمريكية، يعني هناك تقارير عديدة منها تقرير CNN والأسوشيتد بريس وكذلك لجنة العقوبات، كلها تتحدث عن أن الإمارات هي من ترعى عمليات إرهابية في اليمن. هناك نقطتين ذو أهمية. أولا أن الإمارات ليست لديها ورقة أخرى في اليمن غير أنها تتحدث عن ورقة الإرهاب، لأنه المجتمع الدولي عندما تتحدث عن الإرهاب ومحاربة الإرهاب تحاول العمل مع هذه الدولة ومع هذا النظام أو أي واحد يحارب الإرهاب، فهي تستخدمها وتستطيع تسويقها في المجتمع الدولي على أنها من تحارب الإرهاب. ونحن ندرك تماما كيمنيين ما يعني محاربة الإرهاب من قبل الإمارات، هو السيطرة على الموانئ وعلى الجزر وعلى المطارات وتعذيب اليمنيين، وهذا التي بات واضحا ما يجري في سقطرة اليوم أكبر شاهدا، رغم أنه في سقطرة لا يوجد لا حوثي ولا داعش ولا القاعدة، وإنما ماليزيات تتبع لهذه الدولة والنظام الإماراتي، وهي من الآن حتى تحارب الحكومة الشرعية التي يدعي النظام الدولي والأمم المتحدة وقرارة مجلس الأمن للحفاظ على الحكومة الشرعية اليمنية وعلى وحدة وسلامة اليمن وأراضيه. هذا النقطة الأساسية الهامة. أيضا الإمارات نفسها قامت بتقويض الحكومة الشرعية. في التقرير نفسه يتحدث التقرير أن الحكومة اليمنية مغيبة تماما على محاربة الإرهاب، ولم يكن هناك أي جديد من هذه الناحية، كون الحكومة لا تستطيع السيطرة على كامل أراضيها وأجهزتها ضعيفة. فلذلك الحكومة النظام الإماراتي لعب على دورين، على تقديم نفسه أنه من يحارب الإرهاب، وفي نفس الوقت قدم نفسه أنه البديل الوحيد على الساحة اليمنية، كون الحكومة اليمنية التي تحاربها الإمارات مغيبة عن الساحة، فلذلك قامت بهذا الشيء. أيضا المجتمع الغربي والأنظمة الغربية اليوم لا تود الدخول بشكل مباشر بالحرب مع الإرهابيين، ولا تريد أن تخسر حتى أي واحد من جنودها، كما رأينا في سوريا وفي العراق، هي تستخدم على سبيل المثال الأكراد وغيرهم من العراقيين لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية. أيضا في اليمن لا تخسر أي شيء إذا قامت الإمارات بذلك الدور، لأن الأمريكيين وغيرهم لا يريدون أن يخسروا من قواتهم أو من رجالاتهم، ولذلك يودون استخدام القوى الأخرى. لكن عندما يرون أن الدولة والنظام أو القوى التي تتعامل معها هي الآن بدأت تعمل مع هذه التنظيمات أو تمولها أو تعقد صفقات معها، النظام لا الأمريكي ولا الغربي سيرضى عن ذلك، وربما سيفضحهم في الأيام القادمة، وربما يحاسبهم أو يقلص من طريقة التعامل معهم على مستوى العلاقات الثنائية والدولية. إذن اسمح لي ضيفي العزيزين أن نأخذ معنا أيضا الصحفي محمد الأحمدي عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أخت آسيا ولضيفيك الكريمين. أهلا بك أستاذ محمد، ما هو تعليقك حول التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية حول الإمارات ومشاركتها في دعم الإرهاب؟ في الحقيقة بالنسبة لنا كيمنيين لم نكن نعول كثيرا على شهادة الخارجية الأمريكية حول ضلوع الإمارات في دعم وتمويل الإرهاب، ليس لأن هذه الشهادة غير حقيقية أو لا تلامس الواقع، لكن لأننا بالفعل عانينا من إرهاب الدولة الذي مارسته الإمارات في اليمن منذ 5 سنوات، عملت خلال هذه الفترة على تقويض مؤسسات إنفاذ القانون في اليمن،
وعقدت صفقات مع تنظيمات إرهابية لتظهر أنها أحرزت إنجازات ما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. ولأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من ناحية ثانية شريك للإمارات في الحقيقة في أعمال القمع والتنكيل والترهيب الذي مورس خلال الفترة الماضية. ولعل ضيفك الكريم الأستاذ عادل حسني ولديه شهادات في الواقع عن السجون السرية وعن ضلوع بعض المحققين الأمريكيين حسب ما يروي أيضا أو تروي شهادات بعض ضحايا السجون السرية كانوا أمريكيين. الإمارات اليوم وهي تتحدث على سبيل المثال عن انسحابها من عدن وترفع ذريعة أو تستخدم فزاعة الحرب على الإرهاب، هي لا تزال تمارس الإرهاب، وهي أيضا تمارس ازدواجية عجيبة فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف، فهي تعمل على توظيف ملف الحرب على الإرهاب سياسيا لفرض مطامعها في اليمن تحت هذه الفزاعة، وفي نفس الوقت تعقد صفقات كما أشرت قبل قليل مع تنظيمات إرهابية، بل ما تزال الإمارات تدعم وتمول بعض الجماعات المتشددة التي ربما ألمح التقرير الخارجية الأمريكية إلى هذه الجماعات، وقال إن السياسات الإماراتية منعت أو حالت دون تجميد أرصدة بعض الشخصيات أو الجماعات. أيضا كان هناك حديث في بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن ضلوع الإمارات في تسليح بعض الجماعات المتشددة في اليمن. هذه الجماعات نعرف أنها فكريا أقرب إلى التنظيمات الإرهابية، لأنها على سبيل المثال لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بحرية الرأي والتعبير، وهي في الحقيقة تنظر إلى التعددية الحزبية باعتبارها كفرا والديمقراطية حراما. وبالتالي هذه الجماعات مرغوبة لدى الإمارات وتعمل الإمارات على دعمها وتسليحها، وهي بذلك فقط تعمل من خلال دعم هذه الجماعات وهذه التنظيمات على وأد طموحات الشعب اليمني في التحول الديمقراطي وفي الاستجابة لمطالب اليمنيين في الحقوق والحريات. إذن الإمارات نعم برأيك أستاذ محمد، كيف تستطيع الإمارات تجاوز كل هذه التقارير التي توضح مشاركتها في الإرهاب، ومع ذلك تتصدر بأنها من يعني تكافح الإرهاب، تقصف الجيش الوطني بتهمة الإرهاب، وهناك إدانات تثبت أنها من تقوم بهذا الفعل؟ ما هو تفسيرك لكل هذا التناقض؟ الحقيقة أن الإمارات يعني تمارس ازدواجية واضحة في التعامل مع ملف الإرهاب كما أشرت قبل قليل، فهي تستخدم هذه الفزاعة فقط للحرب على الحركات التي لا تروق لها، أو بما تحديدا حركات الإسلام السياسي التي عملت الإمارات أو حملت على عاتقها محاربة هذه الحركات، خصوصا بدافع كوبيا ثورات الربيع العربي، لكنها كما قلت تعمل على دعم وتسليح الجماعات المتشددة والمتطرفة التي تبدو أقرب فعليا إلى أن تكون حاضنة أو بيئة فكرية للإرهاب والتطرف. الحقيقة أن هذا التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية يكشف زيف ادعاءات الإمارات في مزاعم حربها على الإرهاب، بل يوضح بشكل واضح أن الإمارات أصبحت مركزا إقليميا لدعم وتمويل الجماعات الإرهابية. نحن كما قلت في اليمن نعرف تماما أن الإمارات مارست إرهاب الدولة بحق اليمنيين، سواء من خلال اغتيالات واستئجار مرتزقة لتنفيذ اغتيالات بحق رموز المجتمع وأئمة المساجد الذين يمثلون الوسطية والاعتدال، مقابل إفتاح المجال لخطباء وأئمة متشددين من التيار الذي تدعمه الإمارات تحديدا، أو من خلال شبكات السجون السرية والتعذيب والقمع والترهيب. وباختصار شديد بالفعل الإمارات عملت على مدى 5 سنوات على أكبر عملية تخصيب للإرهاب في اليمن في المناطق المحررة، سواء من خلال تقويض مؤسسات إنفاذ القانون وإضعاف الحكومة الشرعية التي تعد هي المسؤولة أساساً
في مكافحة الإرهاب ومحاربة الإرهاب، ولا يحق لأي طرف كان أن يدعي أنه يقوم بهذه المهمة. هذه مهمة أجهزة الأمن اليمنية وأجهزة الجيش ومؤسسة العسكرية اليمنية. الإمارات قصفت الجيش كما ورد في سؤالك على تقوم العاصمة المؤقتة عدن عندما كان في مهمة لإنفاذ القانون واستعادة مؤسسات الدولة، ثم اتهمت هذا الجيش الذي تدعي الإمارات والسعودية باعتبارها قائد التحالف أنها على مدى 5 سنوات تعمل على دعمه. إذن هناك ازدواجية واضحة في التعاطي مع هذا الملف، هناك توظيف سياسي رخيص لفزاعة الحرب على الإرهاب لتمرير مشاريع التقسيم وممارسة القمع والتنكيل بحق اليمنيين ووأد طموحاتهم في التحول الديمقراطي وفي الحريات وحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك الصحفي محمد الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. عودة إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، يعني ما هو تفسيرك أنت لهذا التضاد والتناقض بين ما تعلنه الإمارات من مكافحة للإرهاب وبين دعمها له، خاصة يعني وكما تحدثنا أنها قامت بقصف الجيش الوطني مدعية بأنه إرهابي؟ أولا يعني ما هو الإرهاب؟ إذا لم يكن ما فعلته الإمارات في اليمن هو الإرهاب، ما هو الإرهاب؟ قتل الأنفس البرية أليس إرهابا؟ أي تيتيم الأطفال، ترميل النساء، يعني تعطيل حياة الناس. 5 سنوات الإمارات تعمد على 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 ذبح الشعب اليمني من الوريد إلى الوريد. حتى تحدث وزراء دولة كما سمعتم وزير الداخلية الميسري قال ذبحتنا الإمارات من الوريد إلى الوريد. هذا ليس كلام إعلام ولا مناكفات إعلامية، هذا كلام رجال دولة. فالإمارات مثلت وجسدت الإرهاب على بأشنع صورة في اليمن. 30 عالم وداعية في عدن قتلتهم جهارا نهارا، وجندت هاني بن بريك الذي يحمل هذا الفكر ويجاهر به حتى في صفحته أنه سيقتل بحجج واهية. أليس هذا إرهابا؟ وفي الأخير توجت هذه الأعمال كلها من السجون السرية، من الاعتقالات، من قتل الأمة، من قتل الدعاة، وصعدت بطيرانها جهارا نهارا أمام العالم وضربت سرب من الجيش، ضباط صف ضباط أفراد يحملون أرقام عسكرية، يحملون رتب عسكرية، يحملون هوية عسكرية، وقالت إنهم إرهاب. الشعب اليمني ألا يحق له الآن أن يسأل من هم هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا؟ من هي أسماءهم؟ كيف رصدوا؟ ما هي الأعمال التي قاموا بها حتى يوصفوا بالإرهاب؟ فهذا عبث، يعني عبث واضح في ملف الإرهاب. الإمارات تورطت في اليمن، تورطت في ملف الإرهاب، تعاونت مع هذه الجماعات وادعت أنها من تقاتل هذه الجماعات، والأحداث والوقائع تدل على أنهم من يؤسس لهذا الإرهاب ومن يبني هذا الإرهاب. وأنا عندما التقيت منظمات أمريكية حتى وخارجية قلت لهم عدد الشباب الذين يعني تسرب إليهم الفكر في اليمن بحسب تقارير أمريكية لا يتجاوز 800 شخص. لن يخرج محمد بن زايد من اليمن إلا وهبنا لكم 800,000 شخص. نعم. بسبب هذا العنف، بسبب هذا التفريخ، بسبب هذه الأموال التي تتسرب. هذه الأسلحة الأمريكية الآن، نحن نقول هذا للعالم، الأسلحة الأمريكية التي تشتريها الإمارات لمن تسلمها؟ تقرير CNN يقول أن هذه الأسلحة وصلت إلى أيادي متطرفة. نعم. يعني واضح، يعني زرع بذور الإرهاب والفتنة والتقاتل في 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 أوساط المجتمع اليمني، تقطيع أواصر النسيج الاجتماعي تسعى إليه الإمارات جاهدة، ولكن الشعب اليمني اتضح له ذلك جليا، وهو يصطف اليوم بكل نخبة وقادته وساسته وإعلامية في مواجهة هذا التطرف والتقطرس الإرهاب الإماراتي، وسيخرجون قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا أستاذ إبراهيم، لو عدت إليك، يعني التقرير يقول أن الإمارات تحت يافطة مكافحة الإرهاب في اليمن تغذي الإرهاب وتدعم نشاط جماعته بما يخدم مصالحها وأطماعها. في هذه الإشارات الواضحة إلى علاقة الإمارات بالإرهاب أستاذ إبراهيم ودعمها أيضا للجماعات المتطرفة، ألا يفترض أن يضع حدا لكل الجرائم التي تقوم بها؟ بلا شك أول حد يجب أن يقوم به الشعب اليمني هو طرد الإمارات من الأراضي اليمنية ومن كل موقع يجد فيه أي عامل إماراتي، سواء كان عسكريا أو تحت ما يسمى الإغاثة الإنسانية التي هي أصلا أحد أذرع المخابراتية للإمارات. أيضا الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية
الكبرى، يعني يجب أن ينتهى أن تنهي العمل مع هذه الدولة المارقة التي تسمى الإمارات، التي تهددنا كيمنيين، تقتل اليمنيين، تنشئ السجون السرية، تمول الميليشيات، تقوض الحكومة الشرعية. أكثر من ذلك يجب أن لا نتحمل، يعني كشعب وكدولة يجب إنهاء تواجد الإمارات وتدخلها، وأن تصنف على أنها دولة معادية وقاشمة وتمول الإرهاب من قبل الحكومة الشرعية، حتى ولو تكون حكومة صورية أو رمزية أو أي شيء. عدم التعامل مع هذه الدولة ومع النظام هذا، وأيضا تسليم أوراق وملفات ما قامت به الإمارات إلى لجنة الخبراء الدوليين، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، إلى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يجب أن لا نقف مكفوفي الأيدي. هذه الدولة معتدية، تمول التطرف والإرهاب، رأيناه في كل مكان في اليمن، رأيناه في تعز. تعز المدينة المسالمة التي كانت العاصمة الليبرالية والثقافية لليمنيين، اليوم تمول الإمارات ميليشيات متطرفة. في الساحل الغربي مولت الميليشيات المتطرفة، في الجنوب مولت الميليشيات المتطرفة دينيا ومناطقيا، هي تلقم الحياة اليمنية وتخلق إرهابا جديدا ليس سيعود بالإساءة إلى اليمنيين ولأمنهم واستقرارهم، وإنما إلى المنطقة كاملة إذا لم تتوقف هذه الدولة المارقة من القيام بتمويل الإرهاب ودعمه على مستوى المنطقة. هذا شيء يجب أن يقارى، ويجب أن يكون ليس فقط سياسيا ومن خلال وسائل الإعلام، وإنما على الأرض يجب أن يكون مقاومة لكل من يعمل مع هذا النظام، أو لكل من يروج له وكل أدواته في داخل اليمن. نعم، إذن أعود إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، نماذج من دعم الإمارات للإرهاب في اليمن، أبو العباس، ميليشيا الحزام الأمني وبقية الأحزمة، كما أسست العديد من الميليشيات ودعمت أيضا أو اتفقت مع القاعدة في أكثر من موقع. هل يمكن أن تحول هذه التقارير التي تصدر ضد الإمارات والتحقيقات الدولية دون استمرارها بدعم الإرهاب وصناعة الفوضى في المنطقة؟ طبعا ستضعف من دور الإمارات، ودور الإمارات أنا أكلمك حقيقة الإمارات خاصة في المنطقة أو في اليمن خصوصا في 2019، ليست الإمارات في 2016 أو 2015 في قمة كبريائها وقطرستها. طبعا استخدمت هذه الجماعات الإرهابية وتورطت في ذلك وضربت بها خصومها. طبعا الإمارات كان عندها هدف استراتيجي في اليمن وفي عدن خاصة، هو منع قيام الدولة ومنع قيام مؤسسات الدولة، فاستخدمت كل الأوراق في ذلك، ومن ضمن هذه الأوراق ورقة الجماعات المتطرفة هذه. طبعا قد يكون بعض الشباب في هذه الجماعات صادقين وعلى نيتهم، لكن من يوجههم طبعا على ارتباط بذلك. فقتلوا جعفر، أهل جعفر، أصدقاء جعفر يؤكدون أن آخر اتصال تلقاه هو من هاني بن بريك في 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 في, في اللقاء في منطقة الفلاني. جاء جعفر إلى هذا الطريق وتم استهداف جعفر. في اليوم الذي قتلوا فيه منير الإمامة، والذي الآن التحقيقات لا تعلم كيف قتل، تم تفجير شرطة الشيخ عثمان من قبل داعش. المعسكرات التي في عدن التي لم تقر للإمارات بالولاء تم ضربها بداعش، الذي هو لواء بسام المحضار الذي لم يعلن ولاء. فقتلوا في يوم 100 شخص في تفجير في 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 مركز منطقة استنافر في الشيخ عثمان، يمكن سمعتوا عنه. 100 قتيل من جماعة بسام المحضار كانوا ذاهبين للقتال في الحدود السعودية. ثم تبعها عملية العريش الذي في القوات الخاصة، وقتلوا أكثر من 200 شخص، أغلبهم كانوا من قبائل باكازي ومن أبيان. أيضا داعش تبنت هذه العملية، وهي لصالح من؟ لصالح الإمارات، أن هذا المعسكر لا يخضع للإماراتيين. أيضا عملية اللواء عبد الله الصبيحي الذي هو في معسكر بدر في خور مكسر، وهذا المعسكر كان شوكة في حرق الإماراتيين، خاصة أنه في قرب المطار الذي تسيطر على الإمارات. فتم تجنيد شخص من داعش وذهب إلى اللواء عبد الله الصبيحي وقتل في يوم 55 شخص. كل هذا أحداث موثقة بالاسم. فالإمارات تورطت في هذا، يعني تورطا واضحا ولهم بصمات واضحة، حيث أن هذه المعسكرات التي لا تدين بالولاء للإمارات ضربت عن طريق هذه التنظيمات.
إذا أستاذ إبراهيم، يعني هناك العديد يعني من الفقرات التي تحدثت عن الإمارات ودورها في تغذية الإرهاب وفي السماح لأراضي بأن تكون مركزا ماليا، ولكن الغريب يعني حتى أن هذا التقرير كما تحدثنا ليس الأول وربما لن يكون الأخير، الغريب ما الذي بعد هذه التقارير؟ يعني لا الإمارات توقفت عن دعم الإرهاب ولا اتخذ ضدها إجراء رغم الوضوح في التقارير بإدانة واضحة للإمارات. الأنظمة الغربية عادة تستخدم هذه الأوراق وهذه التقارير لمحاولة الضغط مرة أخرى لإبقاء تلك الدول تحت سيطرتها لاستخدامها للملفات القذرة في المنطقة، ومن ضمنها حتى ملف محاربة الإرهاب وغيرها. بس هذا لا يعني آخر اليوم أنهم لن يحاسبونهم عندما لا يخرجون عن الصف، وعندما يحاولون إظهار أنفسهم أنهم قوة إقليمية أو يخرجون عن الإطار المحدد لهم، وهذا ما بات واضحا. ما يجب الأهم من هذا كله هو عمل المجتمع المدني اليمني والدولي ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في فضح ما تقوم به الإمارات. عندما يكون هناك ضغط شعبي داخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يعرف الأمريكيون والرأي العام الأمريكي ما تقوم به الإمارات في اليمن، هذا شيء مهم جدا يجب أن نبني عليه، ويجب أن نفضحها كون أحد حلفائها في المنطقة يعني تقوم بدعم الميليشيات والإرهابيين في اليمن وفي المنطقة. الآن ما يجب علينا القيام به، الإمارات نفسها كدولة وكنظام مبنية على العلاقات العامة وعلى الترويج أنها هي الدولة التي تقود التسامح في المنطقة، بينما في اليمن هي من تمول التطرف الديني وهي من تمول العنصريين والمناطقين. رأينا كيف هناك تمت حملات في العاصمة المؤقتة عدن لاقتلاع أو لطرد المواطنين من أبناء المناطق الشمالية على أسس يعني مناطقية قذرة، وتقول للعالم أنها تقوم بعكس ذلك. أيضا في التروج على أنها دولة التسامح والسعادة، وفي نفس الوقت تمنع دخول الغذاء إلى الأطفال في اليمن عندما كانت مسيطرة على ميناء عدن. تقول الأمم المتحدة ورئيس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أنها كانت يعني تحجز الحاويات من برنامج الغذاء الدولي في ميناء عدن إلى أن تتلف الحاويات من الغذاء والعلاج التي كان من المفترض أن تصل إلى الشعب اليمني وللأطفال المحتاجين. فلذلك يجب الآن أن تكون هناك حملة دولية لفضعها من أجل إخراجها من اليمن وإيقاف وتحجيمها في المنطقة، كونها أصبحت يعني تشكل خطرا علينا جميعا وعلى الأمن. نعم. على ذكرك للحملات الدولية، اسمح لي فقط أن أنتقل أخيرا للأستاذ عادل الحسني. كل هذه الحملات الدولية وأيضا التقارير، هل يمكن أستاذ عادل أن تستفيد منها الشرعية لإدانة الميليشيا ولإدانة الإمارات بجرائمها في اليمن؟ ما الذي ينبغي على الشرعية القيام به؟ الشرعية تمتلك ملفات كبيرة جدا، ومنها هذا ملف تورط الإمارات في 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 قضايا الإرهاب. الشرعية تمتلك شعب من وراءها، شعب مسالم ضد الإرهاب، ضد العنف، ضد التطرف، مستعد أنه يصطف صفا واحدا ضد هذا. ما تفعله الإمارات أن تسوق الشعب اليمني بأنه شعب إرهابي، يعني جنت براغش على نفسها. اليوم يظهر للعيان والعالم كله أن الإمارات هي من تغذي هذه الجماعات، هي من تعطيهم المدرعات الأمريكية، هي من تعطيهم السلاح. التقارير الأمريكية، التقارير CNN والتقارير الأخيرة تثبت ذلك. أما الشعب اليمني في شعب مسالم، حتى أسلم من قير سيف وهو الذي صدر الإسلام والسلام. الشعوب شرق آسيا، أندونيسيا 200 مليون مسلم دخلوا على يد الحضارة بدون سيف. فإحنا رسالتنا رسالة سلام وأمان، والشعب اليمني ضد العنف وضد التطرف وضد الإرهاب، وهو الذي كشف الإمارات اليوم، أظهرها وعرها للعالم أنها هي من تدعم وهي من تغذي وهي من تسلح وهي من تضطر وهي من تجند هذه الجماعات المتطرفة في اليمن وفي غيرها، لتكون قنبلة موقوتها ليست على اليمن بل على المنطقة كلها. وهنا نحذر المنطقة كلها من هذا العبث الإماراتي في اليمن وفي غيرها من دعم هذه الجماعات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عادل الحسني الناشط الحقوقي والسياسي، وكذلك شكرا لك أستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة عبر سكايب من المساء اليمني، وهو لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.